مساء الخير على حضراتكم، اهلا بكم وحلقه جديده من مصر جميله. تحياتي لحضراتكم، يا رب دايما بلدنا تبقى في خير وفي امن وفي سلام دايما باذن الله. النهارده ان شاء الله هيكون عندنا فقرتين كالعاده مع حضراتكم في مصر جميله. النهارده هنتكلم على جزء مهم جدا مما يحدث في الشارع المصري. كلنا انظارنا وانتباهنا كله لجزئين الحقيقه في هذا الوطن. رقم واحد، الانتخابات اللي بدات خلاص، الانتخابات الرئاسيه 2024 بحملة المرشحين للانتخابات زي ما حضراتكم عارفين، وطبعا الأسماء بتاعتهم اللي موجودة والحراك السياسي اللي بيمر في الشارع المصري. ده جزء مهم جدا من التفكير المواطن المصري ومن الحراك السياسي اللي احنا داخلين عليه في المرحلة اللي جاية. الجزء الثاني طبعا حرب فلسطين اللي متابعينها كلنا، يعني كل خطواتها. انا هتوقف شوية عند الجزء الأولاني وهي الانتخابات الرئاسية 2024، مختلفة يعني كلا وجزءا الحقيقة في هذه الانتخابات. الاختلاف هنا هو دعم الشعب للرئيس اللي هيختاره، خاصة في ظروف استثنائية بتمر بيها البلد، خاصة في مجموعة من الضغوط الدولية والسياسية على كافة المستويات الحقيقة اللي بتتكلم على ازاي يكون حل القضية الفلسطينية ومصر تدفع ثمن باهظ من أرضها. ده طبعا لا يمكن هيكون موجود، زي ما هذكر حضراتكم بالوقفات اللي حضراتكم بنفسكم عملتوها دعما للرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذه الكافة الإجراءات والقرارات اللي تحمي أرضنا وتحافظ على بلدنا. ده جزء مهم جدا ومكمل للحقيقة للإجراءات اللي هيتخذها الشعب المصري في اختياره لرئيس الدولة اللي هيكمل على المرحلة القادمة، وهيكمل كمان في اتخاذ هذه الإجراءات القوية والحاسمة للحفاظ على أرض مصر، وهيكمل كمان عشان الحفاظ على الهوية المصرية وإزاي كلمة مصر تكون مسموعة على مستوى العالم كله. ده جزء مهم جدا، ده حضرتك اللي بتقوم بيه، وده حضرتك اللي بتتكلم عنه، وده حضرتك اللي هتختاره. وبالتالي فكرة وجود الانتخابات وفكرة وجود الناس والإقبال على الانتخابات والإدلاء بأصواتهم واستخدام حقك الدستوري، ده جزء مهم جدا من ما هو قادم بإذن الله. وبالتالي في كلام كتير قوي هيتقال في المرحلة القادمة، إزاي يكون عندنا حملات للدعم المرشحين، ازاي يكون عندنا حملات للدعم السياسي، ازاي تقدر انك انت تستخدم حقك الدستوري. ده جزء مهم جدا، ارجوك ما تسيبش هذا الحق لاي حد. بعد الفاصل ان شاء الله هلتقي بحضراتكم ونقول لكم عندنا ايه في مصر جميلة. ابقوا معنا. تحياتي لحضراتكم من جديد وعودة لمتابعة فقرات مصر جميلة على الهواء مباشرة. النهاردة يمكن زي ما أنا بدأت مع حضراتكم، استخدمنا لحقنا الدستوري في الانتخابات الرئاسية 2024، مقدم لحضراتكم أربع مرشحين في السباق الرئاسي، وده جزء مهم جدا زي ما بنقول الوعي السياسي والوعي المجتمعي عندنا كمصريين النهاردة في ظل الأحداث اللي بتدور حوالينا، واللي بتدور حوالينا مش بس في حرب فلسطين ولكن في أنحاء العالم كله منذ ثورات ما سمي الربيع العربي. وإحنا زي ما بنقول دايما إنه الخطر في كل الجوانب وفي كل حياتنا. فكرة التماسك الشعب المصري والوحدة اللي الشعب المصري قدر إنه هو يقاوم أي آفة تخش في هذه الأرض، وأنه هو كمان يبقى محافظ على بلده بهذا الشكل، الحقيقة ادت الحقيقة قوة كبيرة جدا سواء إقليمية أو سياسية أو دولية أو دبلوماسية على المستوى العالمي والمستوى الدولي، وأجبرت العالم كله على احترام الشعب المصري. ده جزء مهم جدا، مش هطول على حضراتكم في الجزئية دي. النهاردة هيكون معانا طبعا زي ما بنتكلم على تكاتف مؤسسات المجتمع المدني، وبنتكلم على الحراك السياسي الكبير اللي حاصل في البلد النهاردة، الأحزاب، حملة الدعاية لكافة المرشحين. ده جزء مهم جدا. نحن النهاردة ان شاء الله يكون معنا حملة مواطن لدعم الوعي بالمشاركة السياسية ودورك في الانتخابات، وهذه الحملة الحقيقة من الحملات الكبيرة في مصر اللي بتقوم بالتوعية السياسية واختيارك ودورك الحقيقة المهم جدا في إدلائك بصوتك للحفاظ على كيان الدولة المصرية. هيشرفني في هذه الفقرة
السباح العالمي وعابر المانش كابتن محمد الحسيني كارم، وهو مسؤول ذوي الهمم في هذه الحملة. وطبعا هيكون معانا الأستاذ كارم الحسيني المنسق العام لحملة المواطن، هنتكلم كتير عن هذه الحملات ودورها في الوعي السياسي داخل الشارع المصري. الفقرة الثانية إن شاء الله زي ما حضراتكم متابعين وعارفين أنه مصر لا تألو جهدا بأي شكل من الأشكال بوصول المساعدات لأشقائنا في غزة، وأيضا بعد الاتفاق اللي حصل مع القيادة المصرية ومع القيادة الإسرائيلية بدخول المصابين للعلاج هنا في مصر. طبعا العريش جزء مهم جدا من أرض سيناء، وبنتكلم على أنه أصبحت هناك مستشفيات ميدانية، والحالة والتضافر يعني كل الحقيقة اللي بتقدمه وزارة الصحة ونجاح المنظومة الصحية في ان احنا نوفر الرعاية الجيدة لأشقائنا الفلسطينيين، ده هيبقى جزء مهم جدا من حوارنا النهاردة ان شاء الله. وهنقدم لحضراتكم صور ومعاني، وهنقول لحضراتكم قد ايه اطباءنا المحترمين المتطوعين بلا اي اجر عشان هم يقدروا يساعدوا أشقائنا الفلسطينيين وان شاء الله يعودوا لوطنهم وبلدهم فلسطين بكل خير وسلام إن شاء الله. نجاح المنظومة الرعاية الصحية ومستشفيات سيناء في ظل التحديات الراهنة، ده هيكون عنوان فقرتنا الثانية بإذن الله. وهيشرفني في هذه الفقرة الدكتور محمد العدوي استشاري بالتأمين الصحي في مستشفى طابة ومستشفى العريش. دي فقرتنا النهاردة، بعد الفاصل إن شاء الله ألتقي بحضراتكم، ابقوا معنا. زي ما حضراتكم متابعين، الحراك السياسي المهم جدا زي ما قلنا على المستوى السياسي بمشاركتك في الحملات اللي بتدعم وبتشارك في انتخابات الرئاسة 2024 وللمرشحين لهذه الانتخابات، ده جزء مهم جدا. الجزء الثاني هو المتابعة اليومية واللحظية الحقيقة لما يحدث على حدودنا مع أشقائنا الفلسطينيين والحرب اللي ده النهاردة، ده كمان جزء من الحالة اليومية للمواطن المصري. وبالتالي هنا في تفكير مهم جدا، أنا المفروض أنا هقدم إيه أو أنا هعمل إيه أو أنا هشارك إزاي، ده جزء مهم جدا لازم كلنا نفكر فيه في المرحلة اللي جاية. وبالتالي زي ما بنشوف مؤسسات المجتمع المدني شغالة، كل الأحزاب السياسية شغالة، مجموعة من حملات التوعية موجودة في كل أنحاء المحروسة. وبالتالي النهاردة هيكون وبيشرفنا أحد هذه الحملات، حملة مواطن. وهذه الحملة حملة على مستوى مصر، حملة كبيرة جدا بتتكلم على تنمية الوعي السياسي والمشاركة السياسية في المرحلة القادمة مختلفة عن كل مرة. ده يمكن سؤالنا مع ضيوفي الكرام. اسمحوا لي أرحب بالسباح العالمي والإعلامي محمد الحسيني. أهلا بيك محمد. الحمد لله، منور الدنيا. شكرا. كلها محمد هو مسؤول ذوي الهمم في حملة مواطن، وأيضا برحب بالأستاذ الحسيني الكارم المنسق العام المساعد لحملة مواطن. أهلا بيك. أهلا بيك أستاذ. أهلا بيك، منور الدنيا. ربنا يخليك يا فندم. أنا هبدأ مع زميلي الإعلامي محمد. اتفضل. وتكلمنا عن حملة مواطن يا محمد، اتفضل. طبعا لازم نقف جنب الرئيس السيسي في انتخابات الرئاسية عشان هو عمل لنا قوانين الإعاقة وقوانين الدمج في الدراسة وفي الشغل. أنا همسك أول حاجة الشغل. أنا بشتغل زي أي حد بيشتغل، زيك. أنا بشتغل مذيع في كولا بلس، موقع التلفزيون كولا بلس. بقدم برنامج اسمه ايه؟ أبطال بلس. كويس. ده في الشغل. وكمان عملنا قوانين الدمج فين؟ في دراسة كمان. أنا دلوقتي في سنة رابعة بكرة آداب جامعة عين شمس. قسم علم اجتماع. ما شاء الله. عشان كده لازم نقف جنب ست الرئيس. طبعا مش هننسى طبعا لولا الرئيس. ها؟ فنش نلاقي حد يشجعنا ولا يدعمنا ولا حتى يقبلنا بوالده. صحيح صحيح. ليه بقى سبب؟ أنا موافق جدا. ليه سبب؟ علشان عمل مبادرات كتف بكتف وكلنا واحد وحاجه كريمه. الحاجه كريمه يعني بيهتموا بالناس الغلابه. طبعا كمان بيهتم
بذول عمق وبذول همم. نعم. صحيح ان السيد الرئيس عمل كده. وكمان عمل قوانين الدستور كمان عشان ننزل صح بصوتنا. صح. في انتخابات الرئاسيه اداكوا الحقوق الدستوريه واداكوا كافه حقوقكم وعمل حملات توعيه لذوي الهمم وعمل لهم دمج كبير جدا في المجتمع المصري. أيوة. موافق جدا يا محمد بالظبط. نعم. ولازم نوضح كل الشعب ومصر يفهموا. بقول لهم انزلوا انتخبوا سيد الرئيس السيسي. انزلوا مع اولياء اموركم عشان تخبوه. ده الاول ده ذي الاعاقه. ذي الاعاقه. وبعدين هو كمان انت كنت بتقول لي وانت جاي كنت فرحان قوي ان انت ماشي في الشارع الناس بتبص لك. انا فرحان ان سيادة الرئيس من زمان كان الناس بيقولوا ان المجتمع متكسرين ومتكاسلين وبيتصعبوا عليكم. طيب انا هرجع لك يا محمد عشان عايز اعرف انت اكيد عاملين خطه ممنهجه لوجود ذوي الهمم في الانتخابات، ازاي هنوفر لهم الاماكن، ازاي يقدروا يوصلوا للجان. انا متاكد انك انت عاملين الخطه دي، لكن اختلفت. انا هسمع لك ان شاء الله، بس خليني اخد على الهاتف معانا الاستاذ دكتور محمود الصافي، استاذ العلوم السياسيه بجامعه السويس. اهلا بيك دكتور محمود. اهلا بحضرتك طارق بيه، واهلا بالساده المشاهدين. يعني جزء مهم جدا مما يشهده الشارع المصري النهارده في حراك سياسي واستخدام حقه الدستوري في الانتخابات الرئاسيه 2024. من فضل حضرتك، ما هو المختلف في هذه الانتخابات عن اي انتخابات اخرى، بما طبعا تحوي كافه الحقيقه الاوضاع على المستوى العالمي والمستوى السياسي، وطبعا بنتكلم او هندفر فيها حرب فلسطين بجوارنا. اتفضل يا فندم. الحقيقه الانتخابات او الاستحقاق الانتخابي اللي هو ان شاء الله في اوائل يناير 2024 الانتخابات الرئاسيه، يعني بتاتي في مرحله، يعني مصر بتمر فيها بمرحله يعني صعبه او حرجه على المستوى الاقليمي، والحرب على غزه، والتوتر كبير في موجود في المنطقه حاليا، وبالاضافه للتحديات الداخليه طبعا. يعني الانتخابات دي تيجي في وقت مهم جدا، عشان يعني بنحاول نثبت من خلالها ان مصر يعني قادره في كل الظروف الصعبه اللي هي بتحيط بينا دوليا وبتاثر طبعا علينا، ان احنا قادرين احنا ننظم استحقاق انتخابي وانتخابات على اعلى مستوى، وان شاء الله تكون على اعلى، يعني تكون بمثابه عرس ديمقراطي يثبت للعالم ان مصر فيها يعني مواطنين على درجه عاليه من الوعي السياسي. نعم. وعندهم يعني بيفعلوا حقهم الدستوري، وهي طبعا واجب وطني بالدرجه الاولى. يعني الادلاء بالانتخابات او الادلاء بالاصوات الانتخابات والمشاركه الانتخابيه للمواطنين تعتبر يعني واجب وطني، بالاضافه الى حق دستوري اصيل طبعا للمواطنين. واحنا في الوقت ده بنحاول يعني يبقى في التفاف يعني حوالين يعني مرشح يعني هو يضمن يكون عنده اراده سياسيه قويه. صحيح. ويكون عنده تاريخ، ويكون يعني من يحافظ على مؤسسات الدوله. طيب. الوطنيه. دكتور محمود، حضرتك كلمتني في اربع نقاط مهمه جدا. النقطه الاولى هي حقك الدستوري في الادلاء بصوتك واستخدام حقك الدستوري. رقم اثنين، وهو يعني الفكر السياسي اللي بيدار النهارده والوعي اللي عند المواطنين المصريين بالاحداث اللي حوالينا، وده بيخلينا يكون عندنا من الاربع اختيارات اللي موجودين اختيارات بعينها، وبالتالي ده جزء مهم جدا. هل يعي المواطن المصري هذا الاختيار وعارف كويس جدا هو هيروح لمين؟ طبعا المواطن المصري على درجه كبيره من الوعي السياسي، وطبعا بيعرف يختار بعقلانيه، وبيعرف عشان الاختيار ده بيترتب عليه طبعا يعني تعتبر مسؤوليه من جانب المواطن في اختياره في الانتخابات الرئاسيه ان شاء الله القادمه، لو هو يختار مرشح قوي، مرشح قادر على قياده الدوله، يعني مرشح ليه تاريخ في اداره الدوله وفي يعني في قياده مسيره التنميه في مصر في اخر 10 سنين. وطبعا هو يعني هو كلنا يعني بدون ذكر اسماء مرشحين، هو المفضل يكون مرشح ابن المؤسسه العسكريه، يعني يكون قادر على الحفاظ على مؤسسات الدوله الوطنيه. صحيح. صحيح. ويكون قادر ان يكون في التفاف عليه من كافه يعني فئات الشعب وكافه طبقات الشعب، ونتمنى ان شاء الله يكون يعني
يعني يكون الرأي المواطنين هو الفيصل الأساسي في اختيار المرشح، يعني متوافق عليه إن شاء الله في الانتخابات الرئاسية القادمة إن شاء الله. أستاذ دكتور محمود الصافي، أستاذ العلوم السياسية جامعة السويس، شكرا جزيلا يا فندم، كنت معي عبر الهاتف. أعود لحضرتك الأستاذ الحسيني الكارم، المنسق العام المساعد لحملة مواطن. كلمني من فضلك عن الحملة وأهم الأهداف السياسية والاجتماعية لهذه الحملة في هذه الفترة. هي الحملة حضرتك هي ليها تاريخها، احنا كنا في 2018 كانت حملة، يعني كانت أول مرة مصر تشوف حملة شعبية جامدة جدا، كانت جامدة يعني حملة جارفة. احنا كنا بننزل النجوع والكفور وفي الأراضي في الغيطان في الحواري الشوارع، كانت حملة مواطن حملة شعبية يعني، واحنا كنا تعدادنا كبير جدا وما زلنا عددنا ما شاء الله، وهي حملة لخدمة مصر. كنا احنا مثلا احنا أول ناس كنا فكرنا في حملة طرق الأبواب للتوعية، يعني كان عندنا ناس يخبطوا على الابواب ويقابلوا ناس في الايه. انا نفسي كنت انا وحتى محمد بيه فاروق المنسق العام كنا بننزل نخش على القهاوي ونخش نتكلم مع الناس. ليه انت عايز يعني حضرتك بتتكلم في التلفزيون، اي يعني المذيعين بيتكلموا في التلفزيون، بس في واحد قاعد قصاد الشاشه في حاجه جواه عايز يسالك فيها، مضايقاه وجعاه مش فاهمها، مش هيكلم الشاشه. فاحنا بننزل فبيدينا بيسالنا ينقضنا. يعني كنت بنزل كفر الشيخ بلاقي ناس، والله العظيم حضرتك قلت جمله، ان الشعب او الاستاذ الدكتور كان بيكلم الشعب المواطن المصري ذكي. لا هو مش ذكي كمان، ده اضيف له عليه كمان، هو ذكي جدا وملوش كتالوج. المواطن المصري ملوش كتالوج، انت في ثانيه واحده بنسى كل حاجه وافتكر اخويا وابن عمي وابص على اهم حاجه مصلحه بلدي ايه. انا واخويا وانا المصلحه العامه بلدي، ودي موجوده في جينات المصريين بالطبيعه، زي النفس ماشيه زي الاكسجين اللي انت بتاخده. انا شفت واحد، انا افتكرت واحد عادي جدا وكنت بشوفه في كفر الشيخ جنبيه وكده زي اهالينا في الارياف، لقيته عنده معلومات ولا درس طبعا الجامعه طبعا. سالته بعد ما نزلنا لقيته لا هو الراجل حابب البلد، حابب فخامه الرئيس السيسي، متابع وعارف بيعمل ايه وبيسوي ايه وفاهم ايه اللي بيعمله وايه اللي مصر داخل علينا ايه. وبعدين الدكتور بيتكلم دلوقتي احنا مش حرب غزه بس، حضرتك البلد يعني هي بلد قدرنا كده، مصر طول عمرها سنتر طمع الناس كلها. صحيح قدرنا يعني مش هنعرف نغير. وبعدين انت جاي في توقيت الانتخابات دي، جاي في توقيت انت شرق عندك مشاكل طبعا، غرب عندك مشاكل صحيح، شمال عندك مشاكل، جنوب حدث ولا حرج، الجنوب ما يعني حدث ولا حرج، طب في ايه تاني انت عندك ايه تاني؟ يعني انا كنت ازمات اقتصاديه كبير، ازمات اقتصاديه. بس انا عايز اقول لك حاجه، الشعب المصري في الازمات الاقتصاديه انا بشتكي اقتصاديا وانت بتشتكي اقتصاديا والناس بيشتكوا اقتصاد، بس احنا دايما اتعودنا. طب مين بيتكلم في الاقتصاد دلوقتي؟ مين بيتكلم على الازمات الاقتصاديه دلوقتي بعد ما شايفين حرب غزه؟ مفيش حد بيتكلم. شوف السوشيال ميديا دلوقتي كله بيزق بيدعم فخامه الرئيس، وكله كله بيسقف وكله بيزق احنا معاك، احنا مع اي حاجه هتعملها مع عشان غزه. فاهم هو محتاج رجل المرحله اللي فاهم اللي هياخد القرار واللي هينفذه، وبالتالي ده جزء مهم جدا من الوعي العام. دايما كنت بقولها زمان اللي درس التاريخ يعرف ان مصر كان عندها عاصمتين ايام الفراعنه، منف وطيبه. نعم. منف اللي هي ميت رهينه اللي هي في البدرشين صح، اللي في الجيزه، وطيبه اللي هي الاقصر. طب ايه اشمعنى هو الفرعون كان عايز يعمل يعني مصاريف كده ويعمل عاصمتين؟ لا ده فكر عسكري، ده فكر راجل عسكري عشان بطالمه تامين الحدود، بطالمه الجنوبيه وتامين الحدود. لا ولما كانوا بيخشوا علينا الفرعون كان بياخد الوزراء والناس كلها ويروحوا نازلين على طيبه. طيبه دي فكرها ايه؟ عباره عن جبلين كده عشان يخشوا طيبه اللي هي الاقصر. لو جبت شويه عيال بنوا مشمش وضربوا كسبنا الحرب، فده فكر عسكري صحيح. هخرج لفاصل مع حضراتكم سريع عن الانتخابات، وهنعود مرة تانية عشان نشوف دور مهم جدا لشريحة مهمة جدا في المجتمع المصري، وهي ذوي الهمم اللي أخذت دور مهم جدا مع وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي في تغيير قوانين، في دمجهم في المجتمع، في حقهم في التعليم، في حقهم في العمل. ده جزء مهم جدا يجب أن نتحدث فيه بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. ما عنديش أدنى شك، وفي كل مرحلة وفي كل حدث بيمر في مصر الحقيقة الشعب المصري بيكون على قد المسؤولية وعلى قد الثقة. فكرة النزول وهذه التنويهات المهمة اللي من الهيئة الوطنية للانتخابات، ده جزء مهم جدا من عملنا الإعلامي والتنويه للشعب المصري. أنا أتخيل أن الشعب المصري هيبهرنا في هذه الانتخابات. أستاذ حسين، والله أنا أقول لحضرتك حاجة، أنا فاكر يوم تاني يوم الانتخابات في 2018
انا بصيت كنت بصيت كنت بتابع وكنت في غرفه العمليات حاجات إيه والله سيل رز صحيح رز من السنين يعني الشعب المصري ما انا مالوش كتالوج صدقني والله مالي كتالوج صحيح ما ده اللي غلق ان خلى ان مفيش مستعمر ولا واحد عارف يتعامل معانا يعني وكل امرك يا رب بامرك يا رب اي مؤامره خارجيه بتفشل ليه عشان احنا عارفين احنا بالاول والاخر ولقنا لنفسينا حبنا ولقنا لوطننا ولقنا لهذا الوطن ده جزء مهم جدا لنفسنا. من تكويننا ده جاي بالظبط كده الثقافي والحضاري الاعلامي محمد الحسيني عايز اعرف انتوا عاملين خطه لوجود ومشاركه ذوي الهمم في هذه الحمله كلمني عن التوعية الأول الحملات التوعية اللي انتوا بدأتوا بيها وكلمني عن إن شاء الله في يوم الانتخابات هيبقى إزاي هيكونوا موجودين ليهم لجان خاصة هل بتوفر لهم وسائل للوصول لهذه اللجان ولا لا أكلمني عن الجزء أنا كنت بقولك من شوية الصعبونيات من زمان كالناس بيقولوا ليهم متكسرين يا عيني ما فجأة ستة المجتمع اتغير صح واتطور بقى بيبص لذوي الهمم ان هم اصحاب حق اذن ان سيادة الرئيس فتح لهم طريق وكونوا واثقين من نفسيهم رافعين راسهم صح عزه وكرامه صح عشان الناس يشوفوهم هم واثقين من نفسيهم عشان كده لازم نكون نحب الرئيس دايما ونبقى في خدمة الوطن خدمة الوطن وأمنا حبيبة مصر مصر طيب انت كنت بتعمل التترات اللي انت بتنزلها دايما بتقول ايه لازم تنزلوا ايه لازم تنزلين انتخبوا في التخيمات الرئيسية 2024 بس او اللي هيقعد في بيته دي مهمة جدا وهيقعد في بيته وهو المتكاسل ده محمد عامل تيترات وبينادي بالكلام ده واحنا حضرتك عارف ان احنا عندنا كم معاق يا محمد تقريبا عندنا 15 مليون معاق 15 مليون ف 15 مليون في منهم الذهني وفي الحركي فمعظمهم هيبقوا نازلين معاهم ايه بنتكلم في 15% تقريبا من الشعب بس ده في لا ده حسابات ثانيه كمان يعني مثلا في بينزلوا انت كنت دايما بتقول الناس المعاقين بعرفش ينزلوا ياخدوا معاهم ايه بتقول في التترات بتاعتك اللي انت بتقول بتنادي الناس بتقول لهم ايه كل واحد ياخد مع مين اولياء امورهم فانت بالتالي كده بقاش 15 لو 30 تقريبا عشان تقريبا كده وبعدين الحمد لله رب العالمين معلش يعني انا هقول لك جمله هو اكتر واحد لمس اللي اتعمل في البلد هم واولياء امورهم صحيح. اللي ينكر يبقى جاحد اللي انا واحد من الناس بمشي بابني انا احنا واحنا جايين النهارده عند حضرتك هنا في التلفزيون ايه الناس تحت وانت في الشارع في السوق بتاع وركنا العربيه وماشيين الناس بتقول لك ايه واحنا طالعين في الشارع في الشارع بيقولوا ازيكي يا كابتن محمد عارفين محمد عارفين بتاع النظره اتغيرت النظره اتغيرت خالص في عصر الراجل دوت من 2014 للنهارده صح. الناس اتغيرت ودي حقيقه يعني انا كنت كمان ان الرئيس السيسي فعلا اب لكل المصريين وكمان عندنا دول صحابي من الدول من ايطاليا والاردن والامارات كمان يحسدونا وجود الرئيس السيسي دي حقيقه انت بتتواصل معاهم في البرنامج بتاعه بيعمل معاهم هوا ففي حتى في 2000 في شهر 5 اللي فات كان عامل ايفنت كان جنب جبت بطل ايطاليا هنا احكي للاستاذ احكي للناس انا كنت بعمل زوم مع سباح ايطالي كويس ماشي جت فكره يعني نعمل ايفنت ده فرعون المصري في قصر روما وكان قال لك الاول كان بحسدك عليه وكان هو ايه كان نفسه يشوف كان نفسه هو يشوف الرئيس السيسي هو عمل بيعمل البرنامج بتاعه فبيعملوا زوم في البرنامج في الموقع عنده فعمل زوم فهو في وسط الكلام كانوا جايبين مترجم والترجم والكلام ده مثبت هوا يعني عنه فبيقول له انا بحسدك ان انت عندك السيسي ونفسي انا ازور مصر واشوف السيسي فحصل بتوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى جه واتعملت لقاء اسمه ايفنت اسمه فرعون المصري وقيصر الروم اتلعب فين؟ الفرعون المصري وقيصر الروم الاسكندريه في مكان اسمه اتحاد مصر للغوص والانقاذ 4 كيلو سباق مفتوح ميه مفتوح فالحمد لله رب العالمين الايفنت دوت بقى لما يجي البرلمان الاوروبي وعضو في البرلمان الاوروبي يعني شخصيه معينه
وإيطالي هو باسمه بيتكلم بيقول لك محمد الحسيني الفتى محمد الحسيني والفتى في لافيو اللي هو الإيطالي علمونا حاجات وعلمونا تواصل. فالكلام ده في البرلمان كان البرلمان دي كانت حاجة جامدة جدا قوية جدا. دي طبعا صورك وانت عامل زوم بتاعك مش كده ده الإيفنت اللي انت عملته صح كده؟ صح. واحنا فخورين بيك طبعا محمد يعني لان انت حتى لا ده دي ده ده دي 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 في الانتخابات 2018 يمكن بتاعت الحملة بتاعت الحملة كان محمد واخد العربية وينزل يلف على اللجان ويشجع ويشوف الاحتياجات الخاصة المعاقين وينزل ويشوف وبعدين لو في حاجة كان هو معاه واحد كان بيسهله انا ما بنزلش معاه بيسهله الحاجات. يعني دور كافة فئات الشعب بقى في هذه الحملة احنا عاملين الهيئة الوطنية للانتخابات بتعمل تنويهات احنا في التلفزيون بنستضيف كافة شرائح المجتمع عشان نتحدث عن دورهم السياسي والدستوري انه الناس هتنزل للانتخابات وبالتالي هناك رسالة من وراء هذا الحراك السياسي يا استاذ حسيني شايفها ازاي الرسالة دي؟ انا هقول لحضرتك حاجة انا سافرت برا انت فاكر زي ما كنا ان والدك او جدك او عمك كان ايام عبد الناصر يقول لك يا انت من بلد عبد الناصر انا اتقال لي اقسم بالله السيسي بلد السيسي اقسم بالله اله الا الله وانا عليه هناك في الصين الصين ما عمر الصين ما ليها دعوه بحد الصينيين ما لهمش دعوه بحد ليهم بشغلهم وبس صحيح. انما يجي لك يقول لك يبقى السيسي وانت قاعد في جيم يقول لك الجمله دي فدي دي دي اتقال لك انت فبالتالي انا عايز افضل احافظ على الصوره دي فانا عايز الحراك السياسي عشان اقول للعالم كله ان انا في دوله ادي الحراك السياسي ايه وادي الناس نزلت ايه والراجل بتاعي بالناس دي نزلت له بصرف النظر بقى المهم الحراك ده بيشرفني انا النزول على اللجان بيشرفني كمواطن مصري قدام الناس. جميل محمد عايز اسمع منك جمل للتوعيه للناس بصرف النظر عن شريحه ذوي الهمم لكن انت بتتكلم مع الشعب المصري دلوقتي بالزبط. عايز تقول ايه وارجو ان حضرتك تكمل لي التنويهات الحلوه اللي انت بدات بيها اتفضل. انا قاعد التوعية كالتوعية بيقول لازم نخدم مصر الحبيبة وأمنا إيد عظيمة صوت بصوتك منتخبه وأنا طبعا لولا الرئيس زماني كنت قاعد قدامك لا لولا الرئيس ما كانش هيقعد قدامك هو بيقول لك كده لولا الرئيس ما كنتش ما كانش هيقعد قصادك. انا اللي عاجبني كمان انه فاهم الدور ده وفاهم هو وصل لايه ده جزء مهم جدا انه صدقني والله العظيم انه ذوي الهمم هم اكتر ناس مقدرين ما فعله الرئيس سيسي ل هقول لحضرتك حاجه انا 2017 قبل ما فخامه الرئيس يطلق هو 2014 فخامه الرئيس جه قال لك انا اهتموا بضعاف الكوم كان في مؤتمر شباب الشباب في الاسماعيليه وعمل لهم عام ذوي الهمم جه في 17 فخامه الرئيس عمل 2018 عمل اعاقه انا 2017 قبل ما قبل 9/11/2017 9 يوم 9 مش يوم 10 انا يجي في دماغي ان محمد الحسيني يبقى في كليه رابعه ويبقى في المنش ما شاء الله لا المنش ماشي ما انت كنت قبلها في منش قبلها في المنش يعني انت عملت نص كيلو نص المنش ان هو عمل 18 في محاوله فرديه وعمل منش في 22 يعني عملها في 17 و22 ان يشتغل يبقى اعلامي زي ما بيقول لحضرتك هو اعلامي زيه زيك مستحاله لو حد قال لي الجمله دي مش هصدقها مش هصدق لكن اتمهد لي فضل ربنا سبحانه وتعالى جعل الرئيس هيحكم مصر عشان انا وكل زمايل محمد نشوف ولادنا يعني نتبر بيهم الحمد لله. محمد انا بشكرك على وجودك ونورت استوديو مصر جميلة وأنا واحد من الناس اللي خلاص بوعدك أن أنا هتابعك على البرنامج بتاعك في السوشيال ميديا وهاخد منه بعض الـ 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 التنويهات الحلوة اللي هو قالها أنه صوتك أمانة لازم تنزل وتستخدم حقك الدستوري. نورتونا يا فندم وكل التوفيق لحملة مواطن. شكرا جزيلا إن شاء الله بإذن الله. شكرا جزيلا ضيوفي الكرام بعد الفاصل إن شاء الله هنروح والمنظومة الرعاية الصحية ومستشفيات سيناء في ظل التحديات الصعبة اللي موجودة
هنوريكم حاجات وهنوريكم المعدن الأصيل بتاع المصريين، حجم الأطباء اللي بيشارك بلا أي أجر، التطوع اللي موجود في هذه المستشفيات، حب الحقيقة اللي بيشمل إخواتنا المصابين من الفلسطينيين. ده جزء مهم من حوارنا القادم. ابقوا معنا.